سيد فيردي، اعتبارا من اليوم تم تغيير وظيفتك ومكان عملك. كيف يعني؟ ما فهمت، صاير شيء؟ هيك شافوا المناسب. هون بتلاقي وظيفتك الجديدة وعنوان مكان عملك الجديد. بتمنى لك التوفيق بوظيفتك الجديدة. أنا ما رح أتمنى لك نفس الأمنيات سيدي، بالإذن. لا تخليه يغيب عن عيننا. طمن، أنا ما رح أتركه بنوب، المهم وصلنا لأولاك. اللي وينه؟ الشخص يلي خاطفينه هون حابسينه، احتمال كبير كمان موجودين جوا. كم واحد في جوا؟ أقل شيء 5-6 أشخاص. وقف عكف، أنا بدخل لجوا من دون أي اشتباك. إذا كانوا جوا بلا ما يصير لهم شيء. بس تاخدوا مني إشارة بتدخلوا وراي، لازم ما يتصلوا مع برا بس نهاجمهم. أنا وقعت موبايلي وقت كنت عم أضرب الإيطالي. فوت شوفه. لك شو عم يصير هون؟ إحسان، خذ صفية من هون. ماشي. صفية هون ورهاف. ما أنا صاحي. انتو خدوها على المشفى. أهلا وسهلا أستاذ، شو بتريد؟
بدي شاي وجريدة إذا بتريد. بأمرك. شكرا. حاضر. تفضل. بتشكرك. والجريدة؟ وهي الجريدة. أهلين. يسلم. هون وحدة من نقاط الاتصال تبعهم. بعت له لأولاد خبر مشان الاجتماع. من وين عرفت؟ تواصل مع الجرسون. لو أخذناه للجرسون. إذا أخذناه بينتبهوا على كل شيء. ممكن يلغوا الاجتماع. أنت خليك ورا فيردي وخلي الكي جي تي يراقبوا هون. سيدي صفية قدرنا نلاقيها. بس رهف مانا هون. كيف وضع على صفية؟ كان مغمى عليها بس ما في أي شيء بيخوف. نهاد هلأ رح يوصلها على المشفى. طيب يا عاكف. خليكن هون. نهاد شو صاير؟ لقيناها بس فاقد الوعي. في شي أخبار عن رهف؟ صفية كانت لوحدها. يمكن صفية تعرف وين هي رهف. ماشي أنا بتصرف. أنا رح خبر بابا عمر فوراً. يلا أحسان. لوين بدنا نروح هلا؟ ناخد بلتزار لعند راسكون. انتوا ليش ماسكيني هون؟ انت مين؟ شو عم تحاول تعمل؟ انت ساعدتهم مشان يخطفوا رهف، مشان هيك موقفينك هون. لا مو ممكن اعمل هيك شيء. Thank you.
هاي معناها صحيت. ممتاز، يعني صار فينا نبلش. شيلوا هدول الشغلات عني. تعرف وين خاطفين رهف والست صفية؟ شو عم تحكي انت؟ وين مارغريت متخبية؟ ما فيكن تاخدوا مني ولا كلمة. فهمت. انت مفكر حالك رح تدخل على مخيب هدول؟ أنا هنيك أصلاً. ما رح تقدر تخليني أحكي. يلا جاهز؟ خير يا نهاد. طلياني اعترف بكل شيء. مين هو؟ واحد اسمه ماكسيمو بولبو. وهذا مين؟ معروف باسم الأخطبوط، ايده واصلة جوات كل أوروبا. وهي عرفت مين هو، وهلأ مادد إيديه على تركيا. على القليل 8 إيدين. معناها بلا ما نطل هون، خلينا نطلع. وينه هذا الأخطبوط؟ راسكن راح لعنده قبلنا، وأنا ناطر منه خبر. منيح، يلا. عارف صرنا من الصبح ونحن وراء لهذا الزلمة، شو لوين بده ياخذنا؟ بس ما يكون اخذنا لمكان تعيينه الجديد. ما بظن، ما بيروح لأي مطرح من دون ما يحكي معه لك. استنى على الفاضي، خلص ما رح روح معك. رهف اسمعيني شوي، لا عاد تتصرفي بهالطريقة، خلصنا. بوعدك حبيبتي رح ننبسط كتير مطرح مو رايحين. رحنا لهونيك من قبل، أنا ما انبسطت بنوب هونيك، مليت كتير. عندي جدو وتيتا وعمتي وليلى، إذا ما كانوا ما بنبسط. طيب وأنا؟ ممكن تنبسطي وأنتي بعيدة عن أمك؟ إذا كنتي عم تشتاقي لي تعيشي ببيت جدو، وهلأ هوما بيكون مشغول باله علي كتير. هوما مين؟ هذا العصفور تبعي، بيكون ناطرني بالبيت، مو ممكن أتركه. وأنا رح أجيب لك أجمل عصفور بالعالم يا روحي. ها؟ بس أنا ما بدي أجمل عصفور بالعالم، أنا بدي العصفور تبعي. عفواً مدام، بعد شوي رح يجي القارب مشان ياخذ حضرتك. طيب. شوفي رهف، بعد شوي رح نمشي من هون، بترجاكي لا تزعليني ماشي؟
تكرار 93، بلش التسجيل. عندك 3 دقائق، صرت بتعرف شو رح بيصير بالجواب الخطأ. الكهرباء جاهزة؟ صفية ورهف وين موجودين؟ أنا ما بعرف. قبل ما يكمشوك كنت مع مارغريت ما هيك؟ ايه كنت. انت ساعدتهم مشان يهربوا؟ ايه نعم. صفية ورهف وين موجودين؟ أنا ما بعرف. مارغريت قالت لوين بدها تروح؟ لا. في شي حدا عم بيساعدها؟ كمان ما بعرف. أعطتك معلومات عن مكانها شي؟ لا. في شي حدا عم بيساعدها؟ ما بعرف. حكت مع حدا على الهاتف قدامك؟ ايه. مع مين حكت؟ أنا ما بعرف. صفي عندك دقيقة واحدة، شو حكت؟ سألت إمتى رح تجي السفينة تبعها. السفينة اللي وين رايحة؟ عروسيا. رح يهربوا بالسفينة؟ صحيح. من وين رح يركبوا بالسفينة؟ ما بعرف. شو اسم السفينة؟ كمان ما بعرف. طيب وإمتى رح يهربوا؟ هاي الليلة. انتهوا 3 دقائق، جاهز مشان تسجيل 94؟ رهف وينها؟ هي بخير؟ لسه ما لقيناها. نحن بحاجة لأي معلومة عندك. تعرفي شي وين ممكن يكونوا متواجدين؟ ما عم بتذكر أي شي بعد ما ركبونا بالسيارة. أنت متأكدة؟ ما فيك تتذكري أي شي بيفيدنا؟ لا، ما عم بتذكر. كل شي صار معنا هيك فجأة. عابد كيفه؟ سيد عابد هلأ بالعناية المشددة. لازم شوف عابد. رجاء انست صفية، لازم ترتاحي. بوعدك اني رح اخدك لعند السيد عابد، بس مو هلأ. رجاء خدني لعنده فورا. وضعه كتير صعب؟ طمني بالك ست صفية، رح يكون منيح إن شاء الله. معلم، أردن خلى إيفان يحكي. رح تروح بالسفينة، والسفينة تبع قدرت تلاقيها الكي جي تي. خلي خفر السواحل يحاوط السفينة من بعيد، وخليهم ينتظروا أوامر منا من شان العملية. أمرك معلم. حضر حالك، نحن طالعين.
هي جبت لك الملفات اللي طلبتهم. شوف هي هي الإحداثيات، بدنا نخليهم يتجهوا لهون مباشرة. شو الوضع فولكان؟ حركة الخليج بين إيدينا، منشان يركبوا بالسفينة لازم يتحركوا من مركب صغير بيوصلهم عليها. شفنا كل الموانئ الصغيرة والموانئ الخاصة وكل الساحل، ثبتنا كم مكان مشتبه فيه. طيب فولكان، نحن رح نطلع. امشي أرتكن. بهاي الخرابة رح يعملوا الاجتماع تبعون؟ وين اختفى هذا الزلمة هلا؟ قبل 3 أيام طلبوا مني استقالتي وقطعوا لي كل علاقاتي مع الجامعة. مع الأسف وإلي كمان غيروا لي تعييني. أصلاً يا أما عم يخلوا الواحد يستقيل يا أما عم ينفوه لمطرح تاني من دون أي صلاحيات حقيقية، وهلأ لازم نبدأ كل شي بشغلنا من جديد. وأنا بنفس الوضع، بهذا الظرف مسجل وظيفتي الجديدة ومكان عملي. كنت متوقع هالشي بس ما كنت متوقع بهالسرعة. بدكن تكونوا صبورين وهادئين، ورح تعملوا كل شي بتتطلب فيه وظايفكن الجديدة. اللي طلع تعيينه ما رح يقعد فاضي بمكانه الجديد، أما اللي مطلوب منه استقالة رح نلاقي له وظيفة تانية. لا تخافوا، أكيد كل شي رح يتصلح.
رهف معهم، انتبهوا منيح. يلا بسرعة تحركوا، شو لسه ناطرين؟ ناطر يتخلص من الوزن الزايد. كيف هيك؟ انت لساتك عايش؟ انت بأي حق بتخطفيها لبنتي؟ بابا رهف، رهف بنتي تعالي لهون. ما بدها تجي. رهف تعالي. خدها من وشي، ما بدي اشوفها قدامي ابدا. لا لا مراد علمدار، انت ما بتعمل هيك شيء. بدك تدفعي ثمن كل شيء عملتيه. انت منيحه يا روحي؟ انشغل بالي عليكي. بابا انا منيحه بس ما خلصناها لعمتي. لقيتوا شي؟ عمتك منيحة يا بابا، منيح ذكرتيني. خلينا نتصل منشان تسمع صوتك. تيمور اتصل بحسني. ها قبل ما انسى، شوفي شو لقيت. كنتي موقعتيها. بابا انا كتير بتشكرك. بس اوعك تقولي لعمتك انك معي. ها رح نعملها مفاجأة، اتفقنا؟ ايه يلا. تليفون لحضرتك ست صفية. الو عمتي؟ رهف، رهف وينك انت؟ انا عند عمو تيمور. طيب انت منيحة؟ منيحة وانت كيفك؟ منيحة حبيبتي. لك عندي مفاجأة يا عمتي. انت وينك هلا؟ عمو تيمور بده يجيبني لعندك. حبيبتي انا هلا عند عمو عابد. شو هي مفاجأتك؟ بس نجي رح تشوفي. عابد رجاء لا. دكتور دكتور دكتور، المريض وقف قلبه. عابد لا، عابد لا تتركني بترجاك. عابد عابد لا تموت. عابد رجاء، عابد يا رب ما يصير له شيء يا رب. صفية حاولي تهدي حالك. روقي رح يكون منيح، لا تاكلي. ها كيف بدي اهدى؟ لسه ما مشي الحال. عابد عابد مشان الله، مشان الله عابد لا تتركني. عابد مشان الله لا تتركني. you
عابد بترجاك. عابد طمني صفية، مشي الحال. شفتي؟ سمعك وعاش. الحمد لله مشي الحال. بابا ليش عمتي عم تبكي؟ يعني صاير شيء لعم عابد؟ ما راح يصير شيء، ان شاء الله ما راح يصير شيء. اذا صار شيء لعم عابد عمتي كثير راح تزعل. عمتي كثير بتحبه لعم عابد، كمان عم عابد بحبها كثير. شكرا سيد حسني. معلم عابد تخطى مرحلة الخطر. ألف حمد وشكر لك يا رب. نحن هلأ رايحين لعند عمتي صفية وعم عابد، ما هيك بابا؟ ايه يا حبيبتي، رايحين على المستشفى. عمتي كتير رح تفرح وقت اللي بتشوف مفاجأتي. رهف أنا ما رح أقدر أجي معك هلأ، رح نتركك عند عمتك بالمستشفى. بس كنا رح نعمل لها مفاجأة لعمتي. مو هلأ حبيبتي، خلينا نأجل مفاجأتنا كمان شوي. إذا بتريد تعال أنت كمان. حبيبتي هلأ الوقت مانو مناسب، وقت اللي بتروحي لعند عمتك اوعك تنزعي المفاجأة وتحكي. ترباية اللحم وتحضيره تشبه ترباية البني آدم يا راسكون، يعني الاثنين بالضرب بتربيهم. بس أنا بالنسبة لهدول أصحابك ماني حابب ربيهم. هدول مو صحابي يا بولبو، هدول شركائي. راسكون مشان هيك إجا لهون. أنا لاني صاحبهم ولاني عدوهم، أنا شريكهم وبس. بالنسبة إلي شركائي بختاروا من بين الناس اللي بعرفهم يا راسكون. الإنسان ما بيعرف إلا الأشخاص اللي بيعرفهم إذا كان صاحب أو عدو. بعد شوي رح يجوا تعرفهم وبعدين بتقرر. انت هلا قلي لاشوف ليش انت بتركيها. اذا بدك تعمل الشغل البونزاي بهذا السوق ما فيك تعمله لوحدك. ما رح كون لوحدي، رح قرر مين رح يكون معي بهالطبخه هاي. البضاعة اللي عم توزعها ممتازة. خلصت مثل الحلاوة الإيطالية. من أي فرن عم نجيب الطبخة؟ طبيب الأسنان. قلت لي هون؟ بكرة رح يكون هون، والإنتاج رح يصير هون كمان. الضيوف اللي مستناهم وصلوا بولبو. كتير منيح، أعطيني جاكيتي يلا لشوف. حاضر.
اجيت بالوقت المناسب. بولبو صديقي، حضر لكم الأكل بإيديه. بالتازار. أهلا. نهاد. تفضلوا، خلونا نقعد. يلا تفضلوا. ما تاكلوا؟ تفضلوا. ست صفية، مبين انك تعبانة، وهي سمعتيهم. اجا الطبيب وطمنك وقال لك بنفسه انه كل شيء صار تحت السيطرة، يعني ما في داعي تضلي هون. لا انا منيحة، حابة اني اكون بجنبه. سيد حسني معه حق يا صفية، لازم ترتاحي شوي، نحن موجودين هون. رجاء خلص بقى، انا هيك منيحة. عمتي؟ عمتي؟ يا عمري، حبيبتي انتي منيحة؟ هلأ عمو عابد منيح؟ منيح حبيبتي، لا تخافي حبيبتي، انشغل بالي كتير عليكي. عمو تيمور هو اللي اجا وانقذني. انتي خبرتي لجده حبيبتي؟ عمو تيمور هلأ رح ياخدني لعنده، وانتي تعالي معنا. ليكي انا هلأ ما فيني اجي، رح ضل هون عند عمو عابد، بس يصحى رح اجي فورا. ايه ايه طيب. يا عمري انتو عم تغلطوا غلط كبير. اترك أنا قلت لكم شو رح يصير. إيه منعرف، نحن رح نتسبب بأزمة دبلوماسية. بتحب ابعتك تقضي آخر عمرك بزنزانة بجوانتانامو؟ يلا. صارت أمانة بإيديكم، ما تاكلوها، ما رح نستقبلها حسب الأصول.